معلم انت كده بتصغرني. انا ما صغرتكش يا ابو عمير، واظن انا عملت اللي عليا. الراجل كده بوخ قوي. الراجل هو في شقه دلوقتي بالسعر ده؟ ما هو برضه ما فيش شقه مسكونه ب 2000 جنيه. ايه يعني مثلا اخر شقه مسكونه انا عارف ايه ب 130 جنيه؟ ده انا صارف 3000 جنيه حق البخور عشان ادور العفاريت بتوعك. غير الشيوخ اللي كل يوم بيقرص. فتة وكده. ايه اللي جدك دي؟ ايه اللي جدك دي؟ ما تخرس يا قلبي. اللي جد ان الشقه اتفكت عقدتها وحوار العفاريت ده طلع كده. مين قال لك كده؟ ده انا لسه سايب عفريت بيستحمى هناك في البيت. هو ما بيسهقش حومه، انا عارف مش سولوت. ده أوه. لسه متجوز جديد. شوف يعني الشقه دي ما حليتش غير لما عبد الله سكن فيها، وجاي لها عريس متريش ويدفع ال 2000 جنيه. يجيب معاكو يا عم الحاج القرد على الارض والموز فوق الشجره. مش قد الموز يا حبيبي، ياكل سوداني يا باشا. السوداني غالي خلاص. اصرف الشقه على ناصيه ومفروشه. ناقص تقول لي كمان انها بتطل على كمينه وفي حمام سباحي وفي استابل خيول. بقول لك ايه، خلاصه الكلام، هتدفع يا عبد الله ال 2000 جنيه هسيبك في الشقه، مش هتدفع ال 2000 جنيه هجيب فيها زبون. يعني دي غلطتي؟ دي غلطتي ان امنتك وما رضيتش امضي عقد؟ الله يسامحك. احسبها زي ما تحب، انا صابر عليك عشان ابو عمير. متشكر يا معلم والله اصيل. وعشان خاطر ابو عميره هديك اسبوع مهل ترتب امورك وترد عليا. ها عداني العيب؟ والله الصراحه يعني الراجل بيقول كلام، يعني بيقول ايه؟ بيقول كلام وحش. وحش. بيقول كلام زي الزفت. ماشي يا ابو عميره.